خير، اليوم ببلش شهر أدار يلي بنتمناه خير وبركة. هالشهر بيحمل كثير من المناسبات يلي بنتمنى تنعاد عليكم بالخير. اليوم بحلقتنا من أخبار صباح أمسية تكريمية لسفراء السلامة المرورية بمبادرة من جامعة القديس يوسف وقوى الأمن الداخلي، أمسية موسيقية خيرية لمارينا مخيبر لدعم قضية كبار السن، الإعلان عن برنامج الشهر الفرنكوفوني بلبنان بالمتحف الوطني وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن المايسترو دكتور نبيل عزام، معه بنحكي عن الامسيه الموسيقيه مع الاوركسترا الوطنيه اللبنانيه للموسيقى الشرق العربيه اللي رح تصير على مسرح بيير ابو خاطر الليله، والمخرج لوسيان ابو رجيله، ومعه بنحكي عن فيلمه الجديد غداء العيد يلي رح يبدا عرضه بالصاله اللبنانيه اليوم. هذا ملخص عن الحلقه، ومثل العاده اول محطه بتكون اتصال مباشر من مصلحه الارصاد الجويه. الاستاذ وسام ابو خشفي معنا على الخط، مرحبا. مرحبا، يعطيك العافيه، كيفك؟ الله يعافيكم يا رب. تفضل. طقس مستقر بسيطر على لبنان خلال الايام المقبله وبيستمر لنهايه الاسبوع. نعم. طقسنا لليوم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه، عندنا ارتفاع طفيف درجات الحراره. اوكي. ورياح ناشطه وضباب محلي على المرتفعات خلال الليل. نعم. بكره كمان مثل طقس اليوم، قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه، ارتفاع اضافي بدرجات الحراره. والسبت كمان بكفي الارتفاع. كمان ممكن تكون فوق معدلات الموسمية مثل السنة. بالنسبة لدرجات الحرارة بتتراوح على الساحل لليوم بين 11 و 21 درجة. نعم. فوق الجبال من 7 ل 14 درجة، بالأرز من 0 ل 10 درجات، بالبقاع من 6 ل 17 درجة. أوكي. الرياح عم تكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة. نعم. الرطوبة على الساحل بين 55 و 75%، والضغط الجوي 763 مليمتر سبك. يعني بالمبدا ما في شتاء من هلا لهالكم يوم، من هون لنهايه الاسبوع ما في شتاء. لا اوكي. والحراره لما ترتفع قلت لنا بتوصل معقول السبت لفوق معدلاتها الموسميه قديش بتوصل؟ ممكن توصل ل 23 24 بعض المناطق. بكير كثير بعد على هول الحراره، يعني اوكي رح نبلش بالربيع. لا بأدار بيجي هيك حرارات، بس انه اكيد بهالفتره هيك بس بيجي ساعه كمان مفروض فوق معدلاتها. نعم. اوكي، طيب اخذنا فكره، بنرجع نتاكد من طقس الويك اند باتصالنا معكم بكره. يعطيك العافيه، شكرا استاذ وسام. عناوين الصحف مع بيارات، مرحبا. مرحبا جوال لك ولكل المشاهدين. جوله على عناوين صحف بيروت لصباح اليوم، يوم الخميس، نبداها هلا. جولتنا بنبداها مع صحيفة النهار يلي عنونت الحريري في الرياض، التوازن عشية الاستحقاق، توقعات متفائلة حيال الدعم السعودي للدولة من خلال المؤتمرات. 287 مرشحا قبل أسبوع من إقفال التسجيل، والمستقبل يعلن مرشحيه قريبا. سيناريو اجتياح إسرائيلي مدمر وسريع حتى بيروت. ملف الكيميائي يتصاعد في سوريا، الأمم المتحدة أكدت استخدام الكلور. وبالعناوين الأخرى، الحجاج يهرعون إلى كنيسة القيامة. وختاما وضمن افتتاحية النهار لليوم بقلم الدكتور فريد الخازن، العنوان من القضية إلى القضايا. إلى صحيفة الحياة، خادم الحرمين يعرض مع الحرير المستجدات اللبنانية والعلاقات الثنائية. الهدنة الروسية في يومها الثاني تفشل في إجلاء مدنيين من الغوطة. معلومات عن قاعدة إيرانية أخرى قرب دمشق. الإمارات، اختبار عسير في اليمن والهدف ضمان أمن الجزيرة العربية، جددت رفضها التدخل الإيراني. طهران تسعى إلى الإشراف على أمن باب المندب. محمد بن سلمان، الإصلاحات الجديدة جزء من العلاج بالصدمة. ترامب بحث معه التصدي في شكل أفضل لنشاطات إيران. لافروف يتهم أمريكا بالتحضير لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد روسيا. وختاما، ماي تحذر أوروبا من محاولة تقسيم المملكة المتحدة. من صحيفة الحياة بننتقل إلى عناوين صحيفة المستقبل، الحريري في الرياض، حفاوة ملكية ونتائج ممتازة، ولي العهد يستقبله اليوم، هو الآن في وضع أفضل. الأمم المتحدة، وضع الغوطة ازداد سوءا بعد الهدنة. تقرير دولي يؤكد التعاون العسكري بين الأسد وزعيم كوريا الشمالية.
أوروبا ترتجف، عنوان طبعا عن موجة الصقيع السيبيري اللي عم يضرب القارة الأوروبية، وبالعناوين الأخرى ترامب وولي العهد السعودي يبحثان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، الدول الأربعة الأزمة مع قطر صغيرة وحلها عبر الوساطة الكويتية. من صحيفة المستقبل بننتقل إلى عناوين صحيفة الأنوار، الملف اللبناني في محادثات الملك سلمان والحريري في الرياض، عودة المؤمنين إلى كنيسة القيامة بعد إجبار إسرائيل على التراجع، لصوص يقتلون لبنانيا في غانا ومصرع طالب فيزياء نووية في فرنسا، باريس تدعو للضغط على حكومة دمشق للالتزام بالهدنة، وختاما كتب المحلل السياسي لليوم زيارة الحريري للمملكة خطوة كبيرة في استعادة العافية بين بيروت والرياض. من صحيفة الأنوار منوصل إلى عناوين صحيفة اللواء، استقبال الملك سلمان للحريري احتضان عربي متجدد للبنان، المستقبل يقدم ترشيحاته في بيروت وميقاتي يضع اللمسات الأخيرة على لائحة العزم في طرابلس، أهالي الغوطة يتحدون التهجير، باقون في أرضنا، الأمم المتحدة تؤكد تعرض الشيفونية للقصف بغاز دكلور، ترامب يبحث مع ولي عهد السعودية والإمارات التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وبعنوان أخير كنيسة القيامة فتحت أبوابها أمام المصلين، الاحتلال يؤجل هدم منازل في بؤرة استيطانية. بصحيفة البلد لليوم وبالعنوان العريض المملكة للحريري كتلتك أولا، نوصل للصحف الأجنبية وبداية مع ترجمة لعناوين صحيفة The Daily Star لليوم، الاحتفاء بالحريري في الرياض ولقائه الملك سلمان، مناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات، وختاما عودة الحجاج إلى كنيسة القيامة. من The Daily Star إلى صحيفة لوريون لوجور وبالعناوين إلى اليوم وضمن ملف لبنان المملكة السعودية، الحريري في الرياض ذوبان الجليد، ضمن ملف الكهرباء لليوم بلوريون لوجور الجدلية أمام القضاء، وختاما بيصدر اليوم مع صحيفة لوريون لوجور مثل كل أول خميس بالشهر ملحق لوريون ليترير. بصحيفة الشرق لليوم المملكة تستقبل الحريري بحفاوة وعرض للعلاقات الثنائية والمستجدات، بري سمع من العلولة كلاما إيجابيا جدا عن لبنان، 40 شحنة مواد كيميائية من كوريا الشمالية إلى سوريا، حشود المصلين تتدفق على كنيسة القيامة، وبالعناوين الأخرى قاعدة عسكرية إيرانية قرب دمشق، وضمن رأي الشرق لليوم بألم عون الكعك العنوان من الأسوأ الروسي أو الأمريكي. من صحيفة الشرق إلى صحيفة الشرق الأوسط، هدنة الغوطة تختلط بالكيميائي، الشرق الأوسط تنشر وثائق دولية عن تزويد كوريا الشمالية سوريا بأسلحة محظورة، خادم الحرمين يلتقي الحريري، ترامب يتصل بولي العهد السعودي لبحث تعزيز الشراكة أمنيا واقتصاديا، أحمد علي صالح يقدم نفسه خليفة لوالده، وبعنوان أخير عون يعقد مشروع العفو العام رفض تطبيقه على أي مدان بقتل العسكريين اللبنانيين. وجولتنا رح نختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم الحريري وبن سلمان لمرحلة جديدة، بعد زيارة العلولة الانتخابات في موعدها، هذا ما كشفه التحقيق مع خلية إرهابية جديدة، وبأخبار الرياضة أرسنال للثائر من سيتي وفانكر لإنقاذ سمعته، وبيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق خاص بالصحة والغذاء. هيك منكون وصلنا لختام جولتنا على صحف بيروت لصباح اليوم. شو هي أبرز المواعيد الفنية والثقافية بانتظارنا خلال الأيام المقبلة؟ جولة بعد البريك. محطتنا الثقافية والفنية رح نبداها من مسرح كازينو لبنان اللي بيعطينا مواعيد شهرية مع أمسيات فنية منوعة. هالمرة أمسيتين مع الفنان غسان صليبة، الجمعة 16 والسبت 17 أدار ابتداء من 10 المساء. لمعت أضواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموية،
وهجوم يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية. نتابع مع أخبارنا. بتدعي وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم إلى حضور إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الكلى عند النساء تحت شعار احمي كليتك مثل عائلتك، والموعد التنين 5 أدار 11 قبل الظهر بأوتيل لوغري. بتدعي دار النمر للفن والثقافة إلى حضور فيلم أبي ما زال شيوعيا إنتاج عام 2012، ومدة هالفيلم 32 دقيقة، ومن بعد العرض رح بيكون في نقاش مع مخرج العمل أحمد غصين. الموعد الثالثة 13 أدار 7 بعد الظهر بدار النمر للفن والثقافة بالحمرة. عام 1961 أطلقت الفنانة أم كلثوم لأول مرة أغنية أنساك يلي كتبها مأمون الشناوي ولحنها بليغ حمدي. هالأغنية رح يأديها الفنان عبد الكريم الشعار ضمن محطاته شبه ثابتة بمترو المدينة، والموعد السبت 17 أدار 9:30 المساء. السبت نحن على موعد مع افتتاح دورة جديدة لمهرجان لبنان للكتاب، الدورة تحديدا رقم 37 يلي رح نشهد خلالها تواقيع كتب، محاضرات، واكيد محطات ثقافية عديدة مثل كل سنة، ومناقشة كتاب الظاهرة الرحبانية للاستاذ هاشم قاسم مع الفنان فايق حميصي، الاعلامي عبد الغني طليس، دكتور انطوان سيف. رح تكون نهار الاربعاء 7 أدار الساعة 4 بعد الظهر بكنيسة مارلياس أنطلياس. عنبي القمت عنبي من عشي لبستها الصبي وغمزت الصبي، عنبي عنبي القمت عنبي من عشي لبستها الصبي وغمزت الصبي، عنبي راحت على المزارع والمزارع فيها الزهر والع بالمزارع، راحت على كنا عم نشوف من فيلم سفر برلك للأخوين رحباني مقطع غنائي من أغنية عنبية لسيدة فيروز. رح أبقى بأجواء المهرجان اللبناني للكتاب يلي بختامه رح بكرم الفنان عبدو ياغي بلقاء تكريمي وحفلة موسيقية الأحد 18 أدار الساعة 6 بعد الظهر. بقلبي وعيني انت زهرة مستحية فتح بعمري لغدي عجبال مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بالإضافة إلى عروض الأفلام بتنظم كل سنة سيمينار حول علم النفس والسينما على مدى 3 أسابيع موزعين خلال السنة. بالأسبوع الثاني اللي بيصادف السبت 3 أدار دكتور روزماري شاهين بتسلط الضوء على الأمراض النفسية ويلي بتتناولها أفلام السينما، والأفلام يلي رح بيتم عرضها كلها أفلام مبنية على قصص حقيقية. إذا الموعد السبت 3 أدار من 9 الصبح لغاية الساعة 5 بعد الظهر بالانديو ذوق مصبح. مننتقل الى الاجواء الفنيه كمان مره وتحت عنوان Sunday Chill Night، عود والسمير نصر الدين، امسيه شرقيه وعزف على العود نهار الاحد 4 اذار 9 المساء بينا وبيروت.
من الموسيقى للرقص للعام الخامس على توالي يقيم شارل ماكريس مهرجان بيروت سالسا لوكا يلي بينطلق نهار الجمعة بكرة وبيستمر سبت وأحد. بيتخلل النشاط عروض راقصة بتنطلق من الصبح بتستمر لغاية ساعات المساء، والشعار السنة لا للمخدرات نعم للرقص. هيدا طبعا بالإضافة إلى مشاركة فرق محلية وعالمية، والموعد رح بيكون بريجنسي بالاس أوتيل. كمان مرة عودة إلى الأجواء الموسيقية بذا المعهد الوطني العالي للموسيقى إلى حضور أمسي مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو الدكتور نبيل عزام يلي رح بيكون ضيفنا لليوم، بيعطينا طبعا تفاصيل حول هالأمسي. موعدها ليلة 8 المساء على مسرح بيير أبو خاطر باليو أس جي. رح اختم بخبر اخير، عرض فلاينج سوبر كيدز هو عرض خاص للاطفال ولكل العائله، بيستقبلوا مسرح كازينو لبنان ابتداء من اليوم ولغايه 6 شهر بعروض رح تبدا الساعه 6:30 المساء، وعرضين اضافيين 7 الشهر الساعه 4 بعد الظهر والساعه 7 المساء. مع الخبر بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافية والفنية، رح نرجع لعند بيارات لنعرف أكثر كيف أحوال الطرقات بهالوقت. المشغل جوزيف غاوي من غرفة عمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على التليفون لناخذ منه كل التفاصيل عن وضع السير حاليا. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير ناشطة عن المدينة الرياضية باتجاه الكولا ليبلش عنا ضغط السير من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، بتكمل كمان حركة سير كثيفة باتجاه الوسط التجاري. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة على المليارزة باتجاه السياد، من السياد عم تكمل حركة سير ناشطة باتجاه الصدر من لحود لتصير كثيفة على آخر الجسر آخر أوتوستراد باتجاه الكارنتينا، مثل ما مبين قدامنا عم تكون حركة سير كثيفة بسبب تعطل سيارة بالمحلة. عنا من العدلية باتجاه المتحف عم تكون حركة سير ناشطة، أما على جسر العدلية باتجاه الأشرفية عم تكون حركة سير كثيفة. كورنيش المزرعة حركة سير ناشطة على الإشارات. عنا كمان حركة سير ناشطة من تقاطع الحكمة الأشرفية باتجاه برج الغزال، برج الغزال عم تكمل حركة سير ناشطة إلى طبيعية باتجاه برج المر. اليوم كمان برج المر حركة سير ناشطة باتجاه شارع الحمراء. خط البحر عالم ريسة باتجاه الروشة حركة سير عم تكون كتير ناشطة، ما عنا أي ضغط سير. نعم. مدخل الشمالي حركة سير كثيفة من الضبية مثل ما مبين قدامنا باتجاه أنتلياس، أكيد عنا الطريق البحرية حركة سير كثيفة اليوم. من أنتلياس عم تكمل حركة سير كثيفة باتجاه جل الديب وصولا إلى نهر الموت. نرجع نمشي حركة سير كثيفة من جسر الدورة باتجاه الكارنتينا، من الكارنتينا عم ترجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه شارل حلو وصولا الى الوسط التجاري. نعم. عندنا كمان بولفارس النفيل حركة سير ناشطة على الاشارات باتجاه الصالومة، الصالومة عم ترجع تصير حركة سير كثيفة باتجاه تقاطع الحيق وصولا الى جسر الوطن. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 15 حادث نتج عنهم 23 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن القوى أمن الداخلة بال 24 ساعة الماضية سجل 1181 محضر سرعة. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا لتويتر والفيسبوك وأكيد الأبليكيشن. شكرا لك جوزيف، نتمنى لك نهار حلو. رح نتوقف هلا مع فصل إعلاني ونرجع نتابع أخبار الصباح، ضلكم معنا. صباح الخير. اليوم بيصادف اليوم العالمي للدفاع المدني، هالجهاز يلي بيشتغل بصمت لحماية المواطنين الممتلكات والبيئة.
عناصر الدفاع المدني بمعظم من المتطوعين، وهن الجندي المجهول الحاضر ليل نهار بالبرد وتحت التلج. دايما عناصر الدفاع المدني حاضرة لإنقاذ الناس العالقين بسياراتهم، وبمهمات إطفاء الحرائق قدم الدفاع المدني شهداء أنقذوا حياة الألاف. باليوم العالمي للدفاع المدني منعيد قيادة وعناصر هالجهاز، ومنوقف باحترام أمام أرواح الشهداء يلي سقطوا، على أمل أنه هالجهاز يتم تفعيله بالعديد والعتاد ليبقى حاضر دايما لتنفيذ مهمته. الدفاع المدني حاضر دايما على الطرقات اللبنانية عند أي حادث سير، وببرنامجنا عرضنا عشرات التقارير بمحاولة لتغيير المشهد المؤلم على الطرقات. ورغم إقرار قانون السير الجديد إلا أنه الأرقام بلبنان مخيفة. اليوم رح نضوي على مبادرة إيجابية أطلقتها جامعة القديس يوسف بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تحت عنوان اسمع منهم. تخلل الحفل تكريم شخصيات لبنانية وتخريج دفعة من طلاب السلامة المرورية. تفاصيل أكثر من تبع بها التقرير مع الزميلة بشرى عبيد. و600 شخص يوميا بيموتوا بحوادث السير بالعالم، بيرحل عزيز وبينزرع الألم، ولكن بالموازاة بيزهر الأمل من خلال مبادرات مجتمعية بتهدف إلى التوعية على قيمة الحياة. رسل راهنوا على الوعي، وسفراء لبوا نداء الإنسانية ليضووا على قضية يومية. رسائل وصلوا 10 نجوم أكدوا على خطورة اللامبالاة، اللاوعي والتقصير. يعني الكار سيت إذا ما انحطت بشكل صحيح، إذا ما انحط الولد بكار سيت بشكل صحيح، ممكن الحادث اللي ما بيأذي بلا كار سيت يقتله. لازم تضلكم موجودين وحاضرين بالسلامة، لأنه الناس بتحب تشوفكم، كان أهلكم أو أصدقائكم أو المجتمع أو لبنان بحاجة لكم. فينا ننبسط بس الحياة كلها مش على الموتو. يعني منو بلدنا مثل هولندا مثلا أمستردام، في مطرح للبسكليتات وفي مطرح للموتويات. لا، نحن بلدنا مش مؤهل هيك، بس يتأهل نرجع نقني موتويات، وخصوصا الموبيلات اللي بيعملوا بتوينات بين السيارات. لازم يسوق على مهله، الحياة في يعيش حياة طبيعية حلوة سعيدة بطمأنينة بفرح، ما يوجع قلب أهله، ما يوجع قلب أصدقائه. نتمنى إن شاء الله شوي منا شوي من العالم وشوي من دولتنا الكريمة بركي منتوصل لحتى يصير عنا سيف رودز. تجربة فريدة من نوعها بالدول العربية وبالعالم، تخرج جمع عدة دول عربية، ومن صميم قوى الأمن الداخلي ضباط وطلاب حملوا ماجستير السلامة المرورية ليلتقى الحس بالمسؤولية مع الرسولية اللي عززتها شركة رونو بالتعاون مع جامعة القديس يوسف. قديش هن عندهم هالنفحة الرسولية بأنهم يفوتوا بتخصص اليوم فينا في الفتنة بطريقة أنه ماستر بالسلامة المرورية، وبعدين كان في يروحوا على ماستر تأمن لهم فرص عمل كتير كبيرة. هيدا الحس يبنى عليه. الهدف من هالماجستير هي خلق وقادة لإدارة السلامة المرورية بالدول العربية، متخصصين بإدارة السلامة المرورية من أجل تخفيض أعداد القتلى والضحايا والإصابات على طرقات، كان بلبنان أكيد والدول العربية. بلادنا العربية ككل في عندها مشكلة بالرود سيفتي، و خمسة يعني نسبة عالية جدا من الوفيات على الطرق في بلاد العربية، لذلك كان لابد انه بلادنا العربية انه تتصرف بشكل سليم عشان نوصل لرفع مستوى السلامة المرورية ونوصل للنظام الآمن على الطرق. لازم عندو سفوكاليزي سور لا سيكوريتي روتيير خاصة بعالمنا العربي لانه بتحصل ارواح كثيرة.
نرجع من جدد المعايدة للدفاع المدني وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة. يعطيكم ألف عافية. منتابع حلقتنا ومننتقل إلى كنيسة القديسة ريتا بحرش ثابت لنتابع حفلة موسيقية جمعة المرنمة مارينا مخيبر مع المؤلف الموسيقي جان كلود جيانادا. الحفلة بعود ريعة لدعم قضايا كبار السن وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وتقرير بلا الضوء. بين فرنسا وبيروت تلاقت القلوب على الخير والعطاء، فصدح صوت المؤلف الموسيقي الفرنسي جان كلود جينادا ومارينا مخيبر بسهرة صلاة لدعم قضية إنسانية. هذه الشغلة كتير مؤثرة، بتعرفي جاي من دون أي مقابل، جاي يقدم الكونسرت معي اللي هي سهرة صلاة، يعني مش إنه كونسرت، سهرة صلاة وتوعية على أهمية الاهتمام بالمسن وبكبار السن. بدمعة صادقة عبرت مارينا عن اهتمامها بقضية كبار السن. بحس انه واحد تعب كل حياته وربى ثقيل ينكسر خاطره هيك بيوجعوا القلب. اليوم في مئات رح يكونوا بهذه الكنيسة عم بيستمتعوا بتراتيل وبقضية أهل بأن واحد يقدرها، فأنا اليوم من كبار متحمسين لزوجتي، اليوم كل صوتي التفضيلي لمارينا. صوت الحب والإنسانية وصل إلى قلوب كبار السن وبدور أرسلوا رسالة شكر من القلب. ركتاد الله خلينا إياهم، الله طول عمرهم. لألكم للجميع الخسارية وكونوا مجتمعين كلتنا بجنازة يسوع لأنه إحنا بالصيام هلا. نحن بهمنا كمان خينا الإنسان، ما فينا نقول وصل إنسان على القمر وبعد في ناس لحد هلا لقمة الأكل مش موجودة على طاولتها نوصل إياها. الأولاد لازم يضلوا مهتمين بأهلهم لما بيكبروا مثل ما ربوهم وعلمون وتعبوا. والاهتمام بالمسن بيأتي عبر عدة أفكار ومنهم الموسيقى. الموسيقى وحدة بتحكي وبتخلي الإنسان وبتخلي الآخر يدخل لمشاعر الإنسان. الله يطول بعمره ويكون أيام يعني اللي قادمه أيام حلوة للشباب. من كنيسة القديسة ريتا وصلت رسائل توعية من أجل الاهتمام بكبار السن، على تكون الرسالة وصلت إلى كل معني. كان مارينا قبل ما كانت تعمل الستار كانت تي وأمه، خاصة بيا منصور وكيم، كان كتير كتير أنه يساعد. بشجع كل إنسان مثله قادر يحمل القضية ويدافع عنها. يعني كنت أسمع لها بالكوريال بسانت أنطوان دو بادو وصوتها كتير بيدل على قديش هي منيحة. يعطيها ألف عافية أنه هي حاملة رسالة المحبة، رسالة العطاء. ورح ننتقل هلا بحلقتنا الى الشارع لنشوف كاميرتنا بمين التقت وشو هي الكلمه اللي اخترنا لكم اياها ضمن فقره كلمه اليوم. غصب عني
غصبا عنا ما بتطحالنا. هي الدنيا ما فيها بساط، بضربك ما فيش شيء بيتصيد، ما في شيء مقصود، ما في شيء باسطه. هالجيل ما في شيء، من اولاده وضقنهم جر، ما في شيء بيرضيهم. ونحن القناعة كنز لا يفني. انا عاني، ما بعرف شو براسه شو بحطه ما بتعرفه. نحن انا عاني. يا الله رزق الله عيال امي وبي، مربين على دياتهم وعايشين على النصايح تاعتهم. نعجن، نغسل، نطبخ على ايدنا، ورعانين ورغني يا ليل ويا عين. اها والله كل شيء خالص مجهز، ما في شيء انا عانين فيه. ايه عم بوفر حق قماش لا يقصروا لا يقصروا، شبر شبر ناس تنورة كله من تحت ومن فوق. عز الله الله يستر عليهم، ولو جودة ما بتتوفى. كان لبس مقدر، كان فهم، كان ركازي. هلا يلا ايوه سلم هالتين. كنت مستورة بالبيت واجد عم نشتغلنا، انا ما اظهر ما تخليني امي ضهر. عم بيشتغلنا سنجري، شايفني ولزق علينا، وقال يلا روح لاجي اطلع اطفي سنجر واطلع اطفي. واخذته وعشنا، جبنا 9 اولاد، 5 صبيان و4 بنات، وعايشين والحان. لا والله كان هو جفيس، بس انا اللي كنت مشي الامور. يعني يطيعوا بكل شيء. لا والله ما يهديني شيء، ما بدنا نفضح حالنا. هلا اعطاكم عمره خلص حرام. لا 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 لا, لا. ولا ورده، ما بقول لك لا. كان ايام زمان على العيب، المراه تدلع بتكبر براسها، بتكبر براسها المراه اذا دلعها الرجال. مثل الزيتون الرص لازم ضلت الرص المرأة. العبد الوهاب لأم كلثوم فريد العطرة أسمهان دايما معاك وصوت الريح. يا عوازي الفلفلو عند بنيته وعند ولادي. هم مثل الله جاي عند ولادي، هذا ضعيف هذا مرض هذا ولي، عم بعمل واجباتي معهم. ولا كيف فرحت ولادك، بيكبر همك ان شاء الله ما بتنهم هني واولادهم ورجالهم. ياخد اكل اللي عمله فطان رجفوت بيض وبطاطا مسلوقه، هيك الاكل يعني. ما يبقى هلا كله خالص، يلا جيبوه خالص. ما كان درجه الفريريج هالاسكالوب هالشي نطبخ ونخرب وناكل وعشنا. والله ما نشكي شيء، ما نشكي من شيء. هلا اولادي فارتين قلبهم فيهم، قلبهم فيهم، يعني بضلوا يعنوا ويعنوا ويونوا ووجعك ووجعك ووجعك. يقولوا قوم شوفني اللي اختار، انا عم بقوم فيك 75 سنه الحمد لله الحمد لله. عم بمشي لا رياضه، ما عم شغل رياضه، ظهرت رياضه. معلوم كان يعطينا ليرتين الله يحالها دحا نعيش فيهم، ويجيب فواكه ويجيب لحم ويجيب اكل ليرتين معنا. هلاوات بعدين لولد صغير ما يعجبوه. الفان كلمة اليوم يا بابور رايح على فين وخلاص يلا باي. Thank you.
الموسيقى يلي جامعه لكل اللغات رح تجمعنا اليوم بالدكتور المايسترو نبيل عزام ضيفنا باخبار صباح. اهلا وسهلا فيك. صباح الورد. هلا أهلا. قبل ما نحكي تفاصيل اللي رح يصير الليله, بس خلينا نقول انه المعزوف اللي كنا عم نسمعها واللي حضرتك كنت عم بتقود اوركسترا ميستو فيها هي ذا سيلر الملاح من تاليفك. نعم. لك اهلا وسهلا فيك. هلا. بس كان بدي ازوي قديش حلوه المعزوفه, هالنقل اللي شفناها بين النغمه الأجنبية ولا الشرقية رائعة. هلا هلا. حضرتك فلسطين الأصل, مقيم. نعم. بالولايات المتحدة. صح. ومش أول مرة بتزور لبنان, إنما أول مرة رح تعزف. نعم. بلبنان. صحيح. قديش مهمة هالتجربة بالنسبة للأوركسترا ولألك كمان؟ مهم كتير. صباح الخير, شكرا لتلفزيون المستقبل الفيوتشر, وشكرا لبيريت ولست جويل. أهلا وسهلا فيك على اللقاء الحلو الصبح, وتحية للسبب اللي أنا فيه عشانه جيت لهون اللي هو الدكتور وليد مسلم من مدير المعهد الموسيقى الكونسرفتوار, والأستاذ المايسترو أندري الحاج. نسلم عليهم. نسلم عليهم والفرقة الموسيقية كلياتين فردا. نعم. فردا. قد ايه أهمية هيك أمسي مع دكتور مثل حضرتك جاي تقود الأوركسترا؟ الليلي الحفل الكونسرت الليلي. نعم. الساعة 8 في على مسرح أبو خاطر في الجامعة القديس يوسف, وبرنامج كتير أنا انبسطت عليه, أنه لما صار في حديث بيني وبين المايسترو أندري أنه على تركيب البرنامج بده موسيقى إنسترومنتال يعني آلية. يعني شو هو البرنامج رح بيكون فيه من ألحانك دكتور عزام, أو شو ريبرتوار يعني شو رح يسمع اليوم الشخص اللي جاي على المسرح؟ أنا جاي على البلد وهاي أول مرة بدي أعزف, ومن واجبي يعني أنه أحيي البلد اللي أنا فيها, وهيك طبيعتي يعني مش في هذا. فمن الأقدم سنرجع يوما إلى حينا على الكمانجا والأوركسترا. تحية لرحابني, تحية لفلسطين كمان بهذا السياق يعني, وتحية كمان معزوفة إلى صديقنا وحبيبنا الأستاذ الياس الرحباني طير الوروار. الله. فهذا لبنانيا, فخاصة لإلي من نقدم الملاح اللي سمعناها قبل شوي. طب قديش عندك لذة بس تكون عم بتقود أوركسترا عم بتعزف عمل من أعمالك؟ حرجتيني بالسؤال. لا مش لازم, بالعكس. هيدا عن جد قديش فخر لإلك, قديش بتحس ما بعرف بتدوب بهالموسيقى. هي عملية دوبان, الواحد بدوب بالعمل اللي هو بقدمه إن كان إلي ولا مش إلي. إنما أكثر لما يكون العمل من ألحاني أو يعني, على فكرة الموسيقى اللي بنقدمها بالأوركسترا هنا أغلبها أو إذا مش 90% منها كلها من يعني من توزيعي أنا. فدائما في شوق لأي عمل جديد. دكتور تقريبا 36 سنة بلوس أنجلوس. نعم. وبعدها الموسيقى والنغمة الشرقية. نعم. حاضرة بتأليفاتك مثل ما سمعنا قبل شوي. نعم. وبعدك طبعا ولا مرة بتغيب فلسطين عن بالك مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء, حضرتك بتمثل فلسطين بالمجمع الموسيقي العربي. قديش فلسطين حاضرة, قديش القضية بعدها حاضرة عندك رغم البعد هالفترة الزمنية الطويلة؟ شوفي, البني آدم لما شوي يوعى ويعرف الحياة كيف موجودة بصير حتى يعبر عن حاله بشكل آخر. يعني هذا أنت, هذا أنا, كل واحد يعني لازم يكون يعني عايش بسلام مع حاله. فلسطينيا شو الدم اللي فيه فلسطيني, شو يعني مش شطارة. الشطارة انك تعرف تعمل اشي لفلسطين. يعني انا بحكي مع فلسطين كل يوم من لوس أنجلوس, كل يوم الي ثلاث اخوات واخ واحد في الناصرة, والي يا ريت يقدروا يجوا يشوفونا هنا كلياتهم. من يعني قديش هن قراب جغرافيا, قراب ساعتين بالسياره من لوس انجلوس, في لي مليون ونص اخ واخت في البلاد. مش قادرين يجوا لهون لاسباب انتم بتعرفوها, مش ضروري. بس احنا مقصرين المسافه هلا لان عم بيحضروك. اكيد بيحضروني. بتامل وحتى العيلة والأصدقاء اللي بلوس أنجلوس كمان عم بيحضرونا وبيحضروا المستقبل. طب خبرنا عن التعاون مع الأوركسترا هون بلبنان, كيف قيمتهم, كيف شفتهم؟
الظاهر انكم عم تسالوا اصحابي يعني عن الاسئله اللي تسالوها. لا ابدا. هي اول تجربه موسيقيه يعني، زي زرت لبنان قبل، بس هي اول عمل بيجمعك مع موسيقيين لبنانيين صح؟ صحيح صحيح صحيح. اول مره بعزف مع بقود اوركسترا فيها عرب. صح. لانه مستو اللي شفناها هي المالتي اثنيك ستار اوركسترا، يعني من جنسيات مختلفه. بس فيها صح؟ بس عربي واحد. عربي واحد على اي اله؟ على العود. على العود سبحان الله. اوكي. وهون وكل امريكان بيعزفوا، مش بيعزفوا الموسيقى العربيه، يعشقون الموسيقى العربيه، يعشقون الشرق، يعشقون لبنان، ويعشقون الالحان العربيه ومصر وعبد الوهاب. بالنسبه لهم صار عبد الوهاب زي بيتهوفن، يعني اسم شيء محترم وشيء موسيقي جدي يعني. بحبوا موسيقى عبد الوهاب وكل الموسيقى اللي بنقدمها بالاوركسترا. هذول الامريكان. اوكي. فانا بتعامل معهم بهذا الشكل. جيت لقيت اوركسترا بحجم 50 60 عازف في بيروت هنا، شرق عربيه، شرق عربيه وكلنا عرب. مش عارف احكي معهم. وقفت اول كم ثانيه اطلع عليهم، كيف بدي احكي معهم هذول؟ شو بدي اقول لهم؟ بعرفش انا، بعرفش يعني احكي مع موسيقيين بالعربي. حتى لو كان الموضوع موسيقى عربي، فتأقلمت بلحظة هيك وصرت أشعر قريب من هنا وشعروا قريبين مني، وبالظاهر أنه حبينا بعض. يلا النتيجة اليوم رح نشوف. أكيد حبيتوا بعض، وهلأ رح نشوف الليلة شو رح يصير ثمار هالحب. خلينا نسمع شوي شو. قبل ثمار الحب، في ثمار حب كتير مهم بعد ما قلت لهاش مرحبا لهي مرتي. إيه دلش أمورة وبتضحي على شغله كثير. سهير بنسلم عليها. اهلا حبيبي، خليكم لبعض. بدنا نسمع كمان شوي ونرجع نكفي حديثنا. كنت عم تقلنا انه اوركسترا مستو يمكن في عربي واحد والبقيه امريكان. نعم. وقديش بيعشقوا الموسيقى الشرقيه. خبرنا عن جمهور الامريكي، قديش بيعشق هالموسيقى وقديش بيتابعكم بحفلاتكم. الجمهور الامريكي غريب من نوعه، يعني عنده حب الاستطلاع، بتقدمي له شيء مهما كان ومن اي جنسيه ومن اي دين ومن اي قوميه، بحب هيك يطل وجهه ويشوف يعني يا شو القصه، شو اللي عم بيصير هناك. وهي مرات بيكون يعني موجات بالاكل او باللبس او بالموسيقى او حتى الفلسفه، كل شيء بحبوا يعرفوا، بحبوا يعرفوا عن كل شيء، فحبونا وعم بزيدوا. حفلاتكم عم بتكون بس بلوس أنجلوس أو عم بتجولوا بالولايات المتحدة؟ منزور شوي بالولايات المتحدة، بس أكثر من الولايات المتحدة. كنا بأبو ظبي، كنا بعمان، كنا بالأردن، كنا بمصر. أها. طيب دكتور، عم نحكي قديش الأجنبي بيحب الموسيقى الشرقية، هيدا الشيء حضرتك وصلت لهم إياه ولا هن بيعرفوه سامعين فيه بيجربوا يستكشفوه؟ كل حقيقة، الحقيقة الصارخة يعني، انه هالخمسين عازف اللي في الاوركسترا اللي عندنا، ولا واحد كان في عنده فكرة عن الموسيقى، مش بس عن الموسيقى العربية، حتى عن العرب. زي ما انت يعني ما 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 احتكوش احتكاك مباشر مع شخصيات عربية، مع ناس عربي. لا. أوكي. طيب في فرق بين العازف الأجنبي والعازف العربي اللي عم يعزف شرقي؟ يا ويلي لو إنا
مش على الهواء. ليش بدك تقول غير شيء؟ لانه موضوع كبير. فيش فرق من ناحيه المبدا، اما من ناحيه مثلا النظام. لا من التقنيه اكيد ما في فرق، بس بالاحساس بايصال النغمه ما بعرف التفاعل مع الموسيقى. اكيد في فرق، لانه مثلا هون بالاوركسترا الوطنيه بيقولوا المقام العربي بدون ما اعلمهن بيعرفوه. لانه ربيو خلقه بيسمعوا، خلص هذا يعني معروض ضمنا. اما هناك بدك تقعد تقول له اصحط اصبعك هون وزيحه شوي وارفع شوي وهي مش مزبوطة وهي كذا. في فرق، بس من ناحيه النظام والحب والاخلاص والتفاعل كل واحد يعني هناك مزبوط. عندي واصلين درجه 99%. وانا بحب النظام وبحب الجدية بالعمل. خبرتك بالموسيقى جربت ما بعرف ترجمها من خلال التعليم الأكاديمي للموسيقى أو لا؟ هي كان دايما محصورة بإطار الأوركسترا وقيادة الأوركسترا. لا المزبوط، أنا كان عندي تجارب، كنت أعلم بالجامعات هون وهون كورسات معينة والآخرة. لا أنا بحب أكون معلم حتى يعني. بس بحب أكون أكثر قائد وكمانجات. أنا كمان يعني بلعب كمانجة. اوكي بدنا نقول انه الامسي ليلي الساعة 8:30 8 اوعك 8 8 مسرح ابو خاطر. اوكي على مسرح بيير ابو خاطر بجامعة القديس يوسف. كمان قبل ما نختم رح نسمع شيء ونرجع بنختم. شكرا ستي. مريم اسمها المعزوفة، مريم تأليفك. نعم. انت دكتور، نحن بدنا نقول لك اول شيء انه كثير انبسطنا انك كنت ضيفنا، هذا شرف كثير كبير لنا، وبيسعدنا طبعا وجودك بلبنان مش بس كزيارة، كعمل موسيقى عم بتقدمه، ان شاء الله هالدعوة بتتكرر ان شاء الله وموفقين. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا دكتور. شكرا. نحن رح نتابع حلقتنا برعاية وزارة الثقافة وبحضور سفراء الدول الاعضاء بالفرانكوفونية. تم اطلاق برنامج الشهر الفرانكوفوني بلبنان خلال مؤتمر صحفي تم عقده بالمتحف الوطني اللبناني، تفاصيله بهالتقرير. نشاطات فنية وثقافية متنوعة رح تستمر لمدة شهر كامل بمعظم المناطق اللبنانية بمناسبة الشهر الفرنكوفوني، لينظم للسنة الثامنة على التوالي برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع السفارات الفرنكوفونية والمنظمة العالمية للفرنكوفونية. هو مظاهرة ثقافية فنية حديثة تعرض ما للبنان من أوجه ثقافة متنوعة، وما لهذه الدول أيضا من ثقافات تقدر تعرضها بلبنان لتطلع الجمهور اللبناني عليها. سفارات كلها مشاركة، 10 سفارات مشاركة بهالنشاطات، ونحن بنتأمل انه يكون مناسب للبنانيين للاطلاع على ثقافات متنوعة. We have a lot of things going on. I invite everyone to go to Beirut where we'll have a beautiful photo exhibition about Beirut. The transformation of Beirut after the war. And it is free and it is open to the public, so we hope that many Lebanese will join us for that event. ب
بمؤتمر صحفي عقد بالمتحف الوطني تم الإعلان عن برنامج النشاطات بحضور وزير الثقافة غطاس خوري وعدد من السفراء الأعضاء. فمساء 2 آذار رح ينطلق الشهر الفرنكوفوني ليختتم ب 27 من الشهر ذاته، ورح يكون في عدة ماستر كلاس ونشاطات، مسرح، أغاني، احتفالات في جميع مناطق لبنان في المراكز الثقافية الفرنسية. الهدف طبعا مش بس تشجيع اللغة الفرنسية، ولكن الإثبات أن اللغة الفرنسية لغة أساسية في لبنان. This country, Lebanon, is the, maybe the only country all over the world who is organizing the celebration of Francophonie during one month, a whole month. Which proves that the importance of the Francophonie in the country. هيدا طنط نقاش كتير طويل. خلينا ناكل. جابي ريتا بليز بلا سياسة اليوم. أمي صار لها سنتين عم تجرب تجمعنا على طاولة الغداء. والسنة هيدا تزبطت معها. صار لها سنتين مش فايت على بيتنا، ليه؟ أختي حسيتك مش على بعض. في شيء؟ شو بيا عم تقبض رشوات؟ كل واحد بيع حمص على البلدية صار رشوة. عم خربت لنا العيد بعمرك. خلص خلينا نكشف ونحكي على المفضوح يعني. من بعد ما عرفت كل مشاكل العالم شو رايك تشرب فينا؟ فوتوا معي تشوف. يا ولد مين هذا؟ كيف هيك بدي اشوف؟ شو انت خايفة تتبشري؟ هيدا هو غدا العيد، الفيلم يلي جاي. يا عمي مش هيك بيكون غدا العيد، خلص بمشكل الغدا عند الشيا. الفيلم يلي حيز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان دبي السينمائي بنسخته السابقة تقريبا من 3 اشهر، ولوسيان ابو جيلي مخرج العمل ضيفنا لليوم. هلا من دبي عم تتحضروا لميامي، وما بين دبي وميامي بدنا نحكي كمان عن اطلاق فيلم اليوم بالصلاة اللبنانية. ايه، واهم شيء انه اليوم ببلش الفيلم، وانا كتير مبسوط لانه بالاخر رح يكون في هالاوبورتونيتي او الفرصه لكل الناس تقدر تشوفه، وناس اللي ب 13 سينما بلبنان يعني. برافو، انجاز. اوكي لوسيان، بس هيك هو عم بيقطع المشاهد، ضليت فكر انا انه بالتصوير عاده بيوقفوا بيصوروا بيوقفوا بيصوروا بعيدوا بياخذوا كذا انجل من كذا زاويه، قديش ضلت طاوله الغدا ممدوده؟ ايه هلا هي لانه الفيلم مش كله على الغدا، هلا اكيد هو غدا العيد هو النهار يلي بيصير غدا العيد، يعني في مشاهد هلا مبين انه عيد الفصح لانه عم بفقسوا بالبيض. مزبوط، عيد الفصح. وهو بيصير انه مش بس على الطاوله، في كمان بكل البيت يعني مشاهد عم بتصير، بس اكيد جوات هالبيت بيت العيله، يعني هو حتى البيت له هويه معينه بالفيلم، مثل ما كل الممثلين اخذين هويه معينه لها علاقه بالعيله وعلاقه الاشخاص بهالعيله مع بعض. يعني القصه كلها او الفيلم كله بالبيت. ايه كل الفيلم بالبيت. كل الفيلم بالبيت. أوكي. الفيلم كمان ختم مهرجان الفيلم الأوروبي تقريبا من شي شهر، صح، انعرض بسينما متروبوليس. قديش إضافة لك أول شيء أنه بإمكانات متواضعة لوسيان هيك فيلم نافس بدبي وحصد جائزة، انعرض بمهرجان الفيلم الأوروبي، وهل عم بيجول على مهرجانات عالمية؟ اكيد هذا الشيء يعني لازم دائما ناخده بعين الاعتبار، انه وقت نكون عم نشتغل بامكانيات متواضعه انه يكون القصه والتمثيل هن الاساس يلي بيحملوا الفيلم، وهذا الشيء يلي صار يعني امبارح مثلا بعد الافون بريمير او يلي شافوا فيها كثير ناس، كل العالم كانت عم تحكي قد ايه النص عجبهم وقد ايه التمثيل كمان عجبهم. اكيد كفيلم بالمطلق حسوا انه فيه جرأه معينه وفيه وضوح، فيه شيء ما بحياتهم شايفينه باي فيلم حاضرينه بحياتهم. من كتابتك بس الفيلم او كان في؟ لا هو من كتاب، كنتوا مجموعه؟
لا او سكريبت دكتور او حسيت لا هيدا العمل عن جد؟ لا هو شو بيصير انه انا ضليت على 6 اشهر عم بكتب فيه للنص، بلشت اول درافت ثاني درافت ثالث درافت، يعني كل مره انه حسن ظبط فيه للاخر شيء. وقتها اجوا الممثلين فاتوا على المراجعات كمان، رجعنا حصلنا شوي لحتى اخر شيء وصلنا على النص النهائي يعني. طيب هات لنسمع ونشوف راي بعض الاشخاص يلي حضروا الفيلم، من بيناتهم صحفيين كمان، شو رايهم بتنعمل بالفيلم؟ كيف بتفتح كل الملفات بشغله واحده؟ ما رح كفيلكم بالاخر لانه حبكه الفيلم بتطير العقل، كلكم لازم تجوا تشوفوه بالصلاه بجنن. كيف هيك بيجوا؟ شو انت حاكي تتبشري؟ هذا عمل له قيمه، هذا عمل صادق، هذا عمل بيمشي جماهيريا وبيمشي نقديا وبيعجب المهرجانات. هيدي المعادله ما بيعرف يعملها الا واحد ذكي. لوسيان بورجيري كان عن جد يعني حدا عارف يكتب، عارف يخرج، عارف يوزع الادوار، وبعدين عم يثبت يوما بعد يوم بانه الممثلين الحقيقيين اللي عمالي بيمتهنوا التمثيل مش دائما بيمثلوا صح. خلينا نجيب دائما ممثلين ما بيمثلوا ليطلع التمثيل صح. انا بحترم كثير هالفيلم، تقول لك ليه؟ لانه نحن بتطور السينما طلع مدرسه اسمها الدوغما، كان الهدف منا انه كيف بنقدر نعمل فيلم ذكي بدون ما نتكلف كثير، لانه بتعرف السينما شغله مكلفه. طلع فيلم اسمه فاستن واخذ جوائز بوقتها، وما عدنا نشوف فيلم دوغما جيد. واذ لوسيان هلا اول كلمه قلت له، قلت له كان في فاستن وهلا صار في غدا العيد. لوسيان شو بدك تقول بالفيلم؟ يعني اوكي شفنا اول شيء الضحكة على وجوههم ومبسوطين بالعيد، بعدين ركب مشكل. هلا هو دائما وقت يكون في عائلة فيها اذا بدنا شوية مشاكل، العيد هو المطرح اللي بيجتمعوا فيه ضروري، هو مثل هو مش انه الواجبات محطة السنوية، محطة السنوية ما فيهم يتهربوا منها، لازم نلتقى ضروري يكون موجودين. هلا هونيك الماضي والحاضر والمستقبل بينخلط ببعضه، وممكن اكيد انفجار يصير، انفجار بخلي انه هالعائله تتصارح وتقول الاشياء اللي يمكن ما عم بتقولها ان كان لما كان فيها الجمعه اللي هي جمعه العيد. سو بالاخر هو نوع من مصارحه، هو نوع من حكي مباشر، لانه بالاخر معروف انه نحن يلي بنحكيه جوات البيت كلنا كلبنانيين مش نفسه يلي بنحكيه برات البيت، هذا كلنا بنعرفه. وهون كل الناس ممكن تعمل علاقه مميزه مع الفيلم وقت تشوف حدا من الشخصيات وكيف عم يتفاعلوا مع بعض. اكيد بمشهد من المشاهد رح تحس حالها كل شخص معنيه، رح تحس حالها معنيه. طيب استاذ حجازي حكي عن الممثلين يلي هن مش ممثلين اصلا، مين هن؟ عائلتك؟ كثير بتحب اذا بتكون عائلتك عم تمثل. لا في ناس سالوني هذا السؤال كمان بعد، لا هن منهم عائلتي، بالعكس عملنا كاستينج. انا صراحه انا بحب كثير انه لاقي مواهب جديده واشخاص عن جد كان عندهم الموهبه وعندهم الحب والشغف للتمثيل. اشخاص كانوا بالمحترف معك محترف المسرح؟ في منهم بالمحترف كانوا، بس انا عملت كاستنج كبير، اجى 2500 شخص قدموا عليه يعني قدموا اول شيء ابلكيشنز، بعدين التقينا باكثر من 130 منهم، وبعدين منهم قدرنا نوصل. يعني انا بالاخر كنت حابب انه تكون القصه كثير ديمقراطيه، يعني نقدر نوصل عن جد اذا في حدا بعد ما ملقى يعني موهبة عنده موهبه بعد مش مبينه كان بدك انه يلاقي مطرحه بالفيلم. كان بدي الاقيه بهذا الفيلم، لانه انا كنت حاسس انه وبعدني مقتنع انه في كثير ناس بلبنان مخبيين شي مطرح لانه ما كان عندهم الفرصه انه يبرزوا هالشيء. بغير بلدان بالمدارس كثير بيركزوا على الفن، كثير بيركزوا على المسرح، كثير بيركزوا على السينما. بلبنان للاسف التمثيل والمسرح وهيك ما بنشوفه حتى بالمدرسه، يعني في ناس عندهم موهبه بتعقد بس ما بحياتهم يكتشفوا الا اذا عمل لهم كاستنج، الا اذا مثل هالكيس هيدي وطلعوا على هالحاله. وانا بعتقد انه كل الممثلين بهيدا الفيلم عن جد بتوقع لهم نجاح كثير باهر بالتمثيل، لانه كل الناس عم تطلع من الفيلم وتقلنا التمثيل رائع مش انه عادي رائع. يعني هي الفرصه عن جد يمكن اللي هن كانوا هيك ناطرينها تتبرزهم بطريقه يمكن مختلفه عن العالم. يمكن في حدا منهم بيشتغلوا ما بعرف بالحسابات وبالتعليم يعني جايين من مجالات مختلفة، بس رح نشوفهم هلا يعني كممثلين كطاقة ممثلين. يعني انا شخصيا حتى انه كنت وقع انه يمثلوا بطريقة، انا وقت شفتهم بالكاستنج وهيك، بس وقت صار الفيلم وهيك حتى يعني انا تفاجأت ايجابيا بقديه وصل معهم دورهم التمثيلي وقديه العمق التمثيلي اللي وصلوا له. يعني قديش مدة الفيلم لوسيان؟ 91 دقيقة. 91 دقيقة، اليوم ببلش عرضه بالصالة اللبنانية. قبل ما نختم بدنا نحكي سريعا كمان، هلا عندك ورك شوب قريبا مزبوط للمسرح، اذا فينا نضوي عليه كمان
ايه انا بعطي يعني دروس للمسرح، بس عاده كمان بركز كثير على الارتجال يلي هو شقفه كثير مهمه بالتكونيه تكوين الممثل. يعني ببلش ب هلا مفروض بنيسان 16 نيسان بعد اوكي. وميامي ميامي نحن الفيلم كثير مبسوطين انه مش بس راح على دبي وربح جائزه، هلا مرشح لافضل سيناريو بمهرجان ميامي، ومرشح كمان لافضل فيلم اجنبي بسيني كويست بكاليفورنيا، وامبارح عرفنا انه في مهرجان كمان بامريكا اسمه ريفر ران بنورث كارولينا كمان بده يكون بالاوفيشال كومبيتيشن، وفي يعني رايحين على المغرب كمان بنيسان على مهرجان تطوان، وفي كمان مهرجانات باوروبا بلشوا يحكوا معنا من هلا كمان بالصيف. حلو سو الفيلم عم بيعمل تقريبا برمي عالمية، وهذا شيء كتير بفخر كتير لنا بجوائز او بلا جوائز. هذا الشيء كتير مهم للفيلم، كتير مهم انه عدة انواع من الجمهور تشوفه وتحضره وتوصل للفكرة يعني، وان شاء الله بيجيب جوائز يعني معه. نحن بالنسبة لنا انه انا شخصيا كتير بنبسط انه دايما وقت يحطوا الفيلم بيحطوا حده لبنان لبنان، انه نحن كسينما لبنانية عن جد عم نقدر نكون دايما موجودين مش بس بقصة الجوائز، بس كموجودين بكل هالمهرجانات. مثلا بميامي هو الفيلم اللبناني الوحيد، حتى بسيني كويست يمكن الفيلم من الشرق الاوسط الوحيد، يعني عم نقدر نكون موجودين بالسينما يلي بتشبهنا والسينما الجدية والحلوة بنفس الوقت، يعني مزبوط. يلي ممكن تضحكنا او ممكن كمان تخلينا نحس بالاسر. لوسيان انا بدي اقول لك مبروك الفيلم، بدنا نذكر كل الناس انه موجود بصالات لبنانية ابتداء من اليوم، وطبعا مثل كل عمل لبناني انتم مدعوين تروحوا تحضروه لتشجعوا السينما اللبنانية. اهلا وسهلا فيك لوسيان. ميرسي وموفقين بكل برمتكم، يعطيك العافية. ميرسي على نحن لهون بكون وصلنا لختام الحلقة وبنختم مع رياضة. بكره بنشوفكم بحلقة جديدة، باي. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط نائب رئيس نادي انتر ميلان الايطالي لكرة القدم اللاعب الارجنتيني السابق خافير زانيتي على رأس وفد لوجيستي واداري من النادي. يرافق صاحب اكاديمية انتر ميلان في لبنان شريف فهبي بحضور منسق الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو. وخلال اللقاء قدم زانيتي للرئيس الحريري قميصه الخاص وعليه اسم الرئيس الحريري وعلم النادي، واطلعوا على خطوة افتتاح اكاديمية لنادي انتر ميلان في لبنان. تسبب تراكم الثلوج امبارح الاربعاء في تاجيل انطلاق فعاليات اليوم الثالث من تجارب برشلونه التمهيديه للموسم الجديد من بطوله العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، حيث تبين عدم امكانيه تحليق الطائره المروحيه للهليكوبتر الطبيه. وكان مفترض ان تبدا الفرق في ادخال سياراتها الى مضمار كاتالونيا اعتبارا من الساعه 9 صباحا، لكن قوانين الفورمولا 1 تحظر اقامه اي منافسات في حاله عدم امكانيه تدخل المروحيه الطبيه في حالات الطوارئ. ونشرت عده فرق وكذلك اداره المضمار صور وتوضح تراكم الثلوج بشكل كبير حول المضمار. وكان الطقس البارد تأثير في مواعيد التجارب خلال اليومين الماضيين من تجارب برشلونة التي من المفترض أن تختتم اليوم الخميس، لكن التوقعات تشير إلى تحسن حالة الطقس في وقت لاحق. ومن المفترض أن يعود الأسترالي دانيال ريكارديو ليخوض التجارب بسيارة ريد بول بعد ما سجل أفضل زمن، وبينما يحل سيباستيان فيتال مكان كيمي رايكونن في تجربة سيارة فيراري، وقد حقق رايكونن أفضل زمن نهار الثلاثاء. ذكر التقارير الصحفية أن جاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يشعر بالقلق حيال قلة مشاركات المهاجم ماركوس راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد. وأوضحت صحيفة ذا تايمز أن ساوثغيت ينوي الاستعانة بأفضل تشكيلة متاحة خلال نهائيات المونديال في الوقت الذي خاض فيه راشفورد 52 دقيقة فقط من أصل 360 دقيقة ممكنة بالدوري الإنجليزي منذ بداية العام الحالي. ولم يبدأ راشفورد أي مباراة أساسية مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواجهة مرحلة البوكسينج داي أمام بيرنلي على ملعب أولد ترافورد، كما أنه بدأ مباراتين فقط بكافة المسابقات هذا العام وذلك في كأس إنجلترا أمام ديربي كاونتي ويوفيل. وتأتي أنباء مخاوف ساوثغيت في الوقت الذي يحتفل فيه راشفورد بمرور عامين على مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال والتي هز فيها الشباك 3-2، ومنذ ذلك الحين أحرز اللاعب 29 هدف مع الشياطين الحمر وخاض 15 مباراة دولية وشارك معه في يورو فرنسا 2016 تحت قيادة المدرب روي هوتشسون. واعتمد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو على راشفورد في 37 مباراة من أصل 42 جهة هذا الموسم، ولكن العدد الأكبر من هذه المباريات شارك خلال اللعب من مقاعد البدلاء. ينتظر نادي الفيصل الأردني رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول الاستئناف الذي تقدم فيه مؤخرا بخصوص العقوبات التي صدرت بحق 5 من لاعبينه بإيقاف كل منهم سنة ميلادية على هامش أحداث نهائي بطولة الأندية العربية التي أقيمت في مصر. ويأمل النادي الفيصل بأن يأتي الرد على الاستئناف مبشر من خلال الاكتفاء بمدة نصف العقوبة بحق كل لاعب. وتقدم الفيصل قبل نحو 10 أيام باستئناف بخصوص العقوبات التي صدرت بحق لاعبينه ووصفها بالمبالغ فيها، وكان الفيصل قد افتقد طيلة الفترة الماضية
خدمات 5 من اللاعبين الأساسيين والذين يشكلوا أعمدة رئيسية بصفوف المنتخب الأردني، وهن حارس المرمى معتز ياسين وبهاء عبد الرحمن وإبراهيم الزهراوة وإبراهيم دلدوم، إلى جانب المحترف ليبي أكرم الزوي الذي فسخ عقده مع النادي.